الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه؟ لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب. انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش. تاني حاجة أنا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلتلك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، أنا لمبتي لونها أحمر أنت لمبتك لونها أصفر. ما بس بقى يا ده سفروت أنت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. أنت تخرسي خالص، أنت السبب في اللي احنا فيه، أنت وخالتك اللي نقرت لنا في السفرية. نبرت لنا، خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعة خلاص بما إننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. أنت مجنون يالا أنت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج عربيتنا عطلت ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه؟ هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعه مش هينفع علميا، احنا الاربعه لو ركبنا العربيه دي مع الاسره الجميله المدوره دي العربيه دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي تتسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعه ممكن نقعد على حجرك عادي بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربيه ماشيه زي الحلاوه، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربيه اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله. لو عربيه ميز سيبها. واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟
ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس ابو الكباتن. هاني الشنط، تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكوا بقى، ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهان، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهان بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيش يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش هعرف اسوق، مش هعرف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش هعرف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش، بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي، سوري ما خدتش بالي، بس انت ايه اللي اخرك كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر؟ لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، بقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟
هضرب لي غطس في المية، ألم ودع، أدفن نفسي في الرملة، أأجر بدال، أي حاجة من الأنشطة بتاعت البحر دي. ده واضح إنه ما راحش البحر من زمان يا جماعة، سيبهولي وروحوا أنتوا مشواركوا على ما ترجعوا تلاقوني إيه وضبت الأوض كلها. أنتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ إحنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نباتي إحنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي أوض كتيرة جدا، طلعوا نقوا الأوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه دي؟ عزومه مراكبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه، انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس، ده غير انه اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام. وعبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقولك ايه، ايه اكتر حاجة حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Tiembla con los sismos, la zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más trabajo es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy que yeah. Eléctrica, magnética. مساء الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. مات تحت امرك يا استاذ محفوظ. 4 مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيتو ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، باين انك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ماتش. مين ملوخيتو ده؟ ايوه
أنكل إحنا كنا عايزين حضرتك في خدمة كده. تحت أمرك يا حبيبتي، بس مش الأول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله أنا مش قادرة خالص، أصل إحنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزة الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. أنتوا جايين من السفر على هنا على طول، مش معقول. يبقى أنتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقولك فيل، فيل يعني لحمه عادي. يعني اكل ايه؟ طب لو اكل بقى لا، مش عايزه لحمه، ممكن بقى على شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراوليه ده يا حاج؟ مش بقولك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف ايه كيف انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي. كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا. مساء الخير. لو سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي. تمام، لحظات وهبلغ. Matando ese.